السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتنا بتروليوم انجينيرينج. هذه صفحة الفيسبوك بتروليوم انجينيرينج، اللي ماهوش عامل لايك هذه الصفحة راح تفيدكم كثير. فيها الكثير من الكتب، فيها الكثير من المعلومات، فيها الكثير من الفيديوهات، راح تساعدكم كطلبة، تساعدكم كبتروليوم انجينير. راح تكون فيها اكتواليتيز على سوق العمل، سوق الشغل، على معلومات حول الهندسة البترولية، يعني اللي حاب يستفاد ويستفيد. كما يقولون، زكاة العلم نشره. نحن هنا ان شاء الله نساهم في نشر القليل القليل من العلم. سو اليوم كما موجود في العنوان، جيت نقدم لكم واحد الابليكيشن موجود على ابل ستور وعلى جوجل ستور، هيك اويل اند غاز كالكوليشن لايت. هذه الابليكيشن هي فيها الكثير من الايكويشنز معموله بطريقه مبسطه. راح تدخل انت فقط الانبوت وهي راح تعطيك الاوتبوتس على بركه الله. هذه الابليكيشن اتس فيري فيري يوسفول، راح يستعملها كل الطلبه، يستعملها كل الاساتذه، كل بتروليوم انجينير. راح تسهل لكم الحياه اليوميه بمعنى الكلمة، يعني أبليكيشن روعة صراحة. سو بسم الله، فيها كل المجالات، يعني تقريبا كل مجالات هندسة البترول. عندنا من نبدأ من ديزاين، تروح الدريلينج، ريزرفوار انجينيرينج، عندك حتى الروك اند فلويد بروبرتيز، يعني البوروزيتي البرميابيليتي، عندك الفورميشن ايفالويشن، عندك حتى الميكانيكال ديزاين، وكما راكم تشوفوا اليونيت. انا ما راحش ناخذ كل ابلكيشن يعني ستيب باي ستيب عشان نخلي لكم الفرصه تكتشفوها بنفسكم، لكن راح نديروا يعني الفيو عام عليها. الابلكيشن زعما مثلا ندخل على البايب تلقى فيه الكيزنج تيومين ديزاين، يعطي لك اي شيء متعلق بالبايب، متعلق بالايكويشنز تاع البايب اللي راح تقراها. يعني انا ما نقولش باللي هذه راح تغنيكم عن المعادلات الأكاديمية ولا شيء من هذا القبيل، ولكن يعني المعادلات الأكاديمية كما كنا نشوفه في الجامعة وأثناء دراسة هندسة البترول هي معادلات معقدة وصعبة، وفي كثير من الأحيان نوصل لنتيجة ممكن تقريبية ممكن تقريبا صحيحة. وفي هندسة البترول يعني لازم نتائج صحيحة بالضبط، وكما شفنا في الأويل فيلد، يعني ما عندكش وقت راح تحسب ولا يعني. وشركات كثيرة راح تقدم برامج مثل هذه، ولكن هذا برنامج مجاني راح أي واحد يستعمله، كان تريني ولا كان بتروم انجينير ولا كان كونسلتنت، يعني اي واحد ممكن يستعمله. مثلا يعني تاخذ اي شيء يخطرك في بالك. لما عندنا الاي بي كونكشنز، ولا عندنا البايب سترينث كالكوليشن، هذه في دريلين. سو زي ما ناخذ البريماري سيمنتين، نحبه مثلا نحسبه مثلا ثينكينج تايم تاع السيمنت. ندخل ثينكينج تايم تاع السيمنت، نحط له الانبوت، عندنا الانبوت بالاحمر هنايا، كل انبوت راح يعطينا الاوتبوت مباشره، هاوم الاوتبوت مباشره. نروح نشوفوا شيء اخر، ندخل مثلا للروك في الويدن بروبرتيز، مثلا ناخذ عندنا هنايا البوروزيتي البرميابيليتي الكومبريسيبيليتي. مثلا ناخذ البوروزيتي على مجال هذا، بوروزيتي ابسولوت بوروزيتي، ندخل على الابسولوت بوروزيتي، راح نعطي له في الانبوت راح يطلب مني توتال بور فوليوم ولا الجرين فوليوم. هو راح يعطيني في الاوتبوت، يعني حتى البوروزيتي يعطيها لك ب ب ب بحسابات دقيقة دقيقة جدا. هنايا يعطيك الايكويشنز، يعني حتى تعرف كيف راح يحسب المعادلات المستعملة، ويعطي لك حتى الابريفيشنز واش حابة تقول. ناخذ مثال اخر، نروحوا عندنا اليونيت كونفرسيشن. هذه اليونيت كونفرشن، هذه اتس فيري فيري انتريستينج بوينت. يعني احنا في الهندسة البترول في بعض الاحيان تكون مثلا السيرفيس كومباني والكلاينت ما يعملوا بنفس اليونيت. سو انت في بعض الاحيان تحتاج الكثير كثير من اليونيت كونفرشن، تحتاج الابلكيشن موجوده، ما تبقى تحسب بالكالكوليتر واكسترا. سو هذه فيري فيري يوسفول. عندك حتى اليونيت كونفرشن في بعض الاحيان، حتى لما تثبت برنامج يونيت كونفرشن ممكن ما تلقى اليونيت المستعمله في المجال البترول، يعني راح تلقى اليونيت الانترناشونال يونيت، بس لما تروح للباوند وتروح للباريل وتروح ما تلقاهم موجودين في الابلكيشن بتاعك. يعني هذا الابلكيشن يعني مختصر مفيد، راح يفيدك كثير. موجود على الابل كما قلت والجوجل ستور، الاسم بتاعه اويل اند غاز كالكوليشن لايت، يعني اي واحد يقدر يثبته. والله ولي التوفيق، والى اللقاء مع فيديوهات اخرى وانترودكشنز اخرى للفيديوهات ان شاء الله.